بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا نهى مقل من قناه نهى فوق. ان شاء الله النهارده هنعمل التونه، هنعملها بارخص سمك ممكن تشوفيه، بارخص سمك في السوق هنجيبه ونعمل منه تونه، وان شاء الله هتطلع جميله، لان يعني سمك التونه فعلا غالي، وهو مش علشان غالي يعني مش هنعرف نصرف، لا هنصرف. نجيب السمك ده نعمله بطريقه سهله، بطريقه لذيذه، وان شاء الله هتعملوا كل المكونات موجوده في مطبخك. بس هو هيقعد في، لو احنا في الصيف هيقعد اسبوع، من اسبوع لاسبوعين بكتير في الثلاجه. لو عامله كميه كبيره اعملي البرطمانات صغيرة، البرطمان في الثلاجه، في الثلاجه من تحت، والباقي في الفريزر. لو عامله في الشتاء خلاص ممكن يقعد باقي شهر في الشتاء، مش هيحصل له اي حاجه يعني. والطريقه ان شاء الله هتعجبك. يلا بقى نبطل الرغي ونسمي بسم الله ونشمر ايدينا ونشوف هنعمله ازاي. النهارده هنعمل طريقه تونه جميله جدا. فعلا سمك التونه فعلا غالي. نسكت؟ لا طبعا ما نسكتش، نجيب سمك على قد الايد ونشتغل بيه. جبنا السمك اللي حضراتكم شفتوه ده، هننضفه كويس جدا وهنغسله وهننقعه في ليمون، اللي هو السمك اللي في ناس بتسميه سمك ماكريل، وناس تانيه بتسميه سمك بلاميط، ايا كان بقى الاسم. هنحط الميه، نحط جزر، بصل، ده ليمون، كتري ليمون علشان طبعا كل ده علشان ريحه السمك وعشان يطعم السمك. هنا فلفل وشطه وثوم شرايح، ونحط التوابل بتاعتنا اللي هي كزبره وكمون وورق لورا واللومي وملح، وهنحط كمان ادي الملح، ونحط شويه من البابريكا، ونسيبهم يغلوا كويس جدا مع بعض. نحط كمان بهارات السمك نستولها، اول ما هيغلوا هنروح حاطين في السمك، نحط السمك، واول ما هيغلي السمك في الميه هيغلي تاني، هنهدي عليه نسيبه على النار قد ساعتين، ساعتين ونص، يهدى على نار هادية خالص، يستوي على نار هادية خالص. بعد ما يستوي هنطلعه ونبرده، نستنى عليه لما يبرد خالص، وننضفه من القشر ومن الشوك ومن كل حاجة. ونجيب برطمانات ناشفة معقمة مغسولة كده كويس، أي برطمان في البيت تغسليه وتنضفيه وتعقميه، ونعمله المحلول اللي هيتحفظ فيه التونة، اللي هو عبارة عن كوباية زيت، كوباية خل، كوباية من شوربة السمك أو مية سليق السمك. قلبوا كويس جدا مع بعض، ده المحلول اللي هتحفظي فيه السمك أو التونة بتاعتك. التونة دي هتسيبها يومين في التلاجة وتاكلي منها إن شاء الله بإذن ربنا، تعجبكم الطريقة، تعجبكم وتنال أعجابكم بإذن الله. السمك حضراتكم شايفينه اهو، بعد ما اتنضف واتشال منه الشوك واتشال منه كل الحاجات اللي مش مرغوبة فيها اهو، ده المحلول الملح اللي هتحفظ التونة، المحلول بتاعه اللي هو يعني هيحفظه ان شاء الله. بس طبعا مش كتير، هو هيفضل في التلاجة اسبوع، اكتر من كده طبعا مش كتير لانه ما فيهوش مادة حافظة، وده اللي بيخلينا نعمل دايما الحاجة في البيت عشان ما نستعملش مادة حافظة لاولادنا وملوش لزوم. دايما عشان كده بحب اعمل حاجه في البيت، هتبقى انضف واحسن وارخص بكتير من بره. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.